مدبولي يتفقد عددا من المشروعات التنموية في بورسعيد ودمياط، ويؤكد اهتمام الدولة بدعم الصناعة باعتبارها أهم أولويات المرحلة القادمة. من تركيا، شكري يشدد على ضرورة وقف حرب غزة ورفض تهجير الفلسطينيين، وفيدان يؤكد استمرار التنسيق التركي المصري بشأن الأوضاع في القطاع. العدوان الإسرائيلي يتواصل على غزة، وعدد ضحايا القطاع يقترب من 110,000 بين شهيد ومصاب. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمام الدولة بدعم الصناعة باعتبارها من أهم الأولويات خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد، حيث أضاف مدبولي أن استدامة النمو تسهم في التعامل مع مختلف التحديات، لافتا لأهمية التركيز على عدد من الأنشطة الصناعية. إن احنا اتكلمنا كلنا على إن شغلنا الشاغل وأولوياتنا الفترة الجاية هي الصناعة، والحقيقة الصناعة يعني كل يعني الدولة الحقيقة بدءا من فخامة الرئيس والحكومة وكل المؤسسات التنفيذية تعي تماما ان استدامة النمو وان احنا يبقى عندنا قدرة على التعامل مع كل التحديات اللي احنا موجودين فيها هتبدأ او هتبقى من خلال التركيز على مجموعة من الصناعات او الأنشطة الاقتصادية الانتاجية وعلى رأسها الصناعة. وأنا يمكن لما قلت الصناعة 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 ده فعلاً هو ما نحن نؤمن به، وإن شاء الله الفترة الجاية كل التركيز على هذا الموضوع وبالذات مع رجال الأعمال والمصنعين الجادين. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه بحث مع المجالس التصديرية مسألة إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية، وأشار مدبولي إلى خصوصية كل قطاع من القطاعات التصديرية بما يستلزم تحديد الخطط والبرامج والمستهدفات. كلامنا كان مع مجالس التصديرية على إزاي إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية، لأن كل قطاع لخصوصيته، وبالتالي انا ما اقدرش يعني نستمر ان احنا ندي دعم صادرات مطلق او عام، ده بالعكس انا طلبت من كل مجلس تصديري يحدد لي ايه هي الاسواق اللي بيستهدفها اللي ممكن نعمل لهم حوافز اكتر، ايه هي برامج دعم الصادرات اللي تخصهم اللي تشجعهم ان هم حققوا هذا الهدف، بحيث يبقى كل مجلس تصديري جاي لي بخطته، وإن شاء الله في خلال الأسبوعين الجايين هنبقى بنقعد معاهم عشان نطلق هذه الخطة بإذن الله. إحنا محددين إيه هي القطاعات وإيه هي الصناعات اللي عايزين فعلا نزودها من المكون المحلي، وإزاي إن إحنا نعمق من التصنيع جوه بلدنا عشان نقلل الفاتورة الاستيرادية وعشان نغطي احتياجات السوق المحلي. كان رئيس مجلس الوزراء قد تفقد عددا من المشروعات التنموية في محافظة بورسعيد، حيث قام بجولة تفقدية لمجمع المصانع بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، حيث أكد مدبولي دعم أعمال التوسعات في مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى ما يمكن أن تسهم به أعمال التوسعات من توفير للمنتج المحلي في الأسواق وتقديم منتج عالي الجودة ووصول للمستويات المستهدفة للصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل. كما تفقد مدبولي خلال جولته بالمحافظة مصنع فيلايا للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، ومصنع دك للأحذية بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة. واستمع مدبولي إلى شرح حول أنشطة المصنعين، واطلع على مراحل الإنتاج وصولا إلى المنتج النهائي بجودة عالية تضاهي المنتجات العالمية.
كما قام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لعدد من مشروعات محافظة دمياط بينهم الميناء، حيث أكد مدبولي أن المواني المصرية تشهد تطويرا غير مسبوق، مشيرا إلى أن تطوير ميناء دمياط سيكتمل في عام 2027 وسيمثل إضافة كبيرة للبنية الأساسية في مصر. التطوير اللي بيحصل في كل المواني المصرية هو تطوير يعني الحقيقة غير مسبوق، وزي ما شفنا مواني زي السخنة ومينا اسكندرية والتطوير اللي تم فيهم النهاردة، الحقيقة كنا بنتابع مع يعني معالي وزير النقل التطوير اللي بيحصل في مينا دمياط، وتم عرض طبعا الخطة الكبيرة اللي بتحصل لهذا المينا ان شاء الله بالثلاث محطات الكبار اللي هيبقوا موجودين، ويمكن احنا واقفين قدام محطة منهم وبنتابع الشغل اللي فيها. احنا عندنا محطة تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2، وان شاء الله يمكن اول محطة منهم هتبدأ العمل زي ما شفنا كده، وتشرف فخامة الرئيس بافتتاح المحطة اللي كانت موجودة في مينا اسكندرية، هتبقى على نفس المستوى ان شاء الله هنا في مينا دمياط بإذن الله ابريل 2025. إنما المينا كله إن شاء الله هيكتمل بالكامل في 2027، وده هيبقى إضافة هائلة للبنية الأساسية اللي موجودة في مصر، بالذات لأن مينا دمياط الحقيقة موقعه وطبيعته وقربه من مناطق كتيرة جدا جوه مصر، وبالذات منطقة الدلتا وقربه من أيضا القاهرة، بيبقى بيديله الحقيقة يعني مزايا كبيرة جدا بتشجع الشركات العالمية إنها تبقى موجودة. أيضا قال مدبولي إن ميناء دمياط يشهد عمليات تصدير لعدد من المنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم، وأكد مدبولي على دور الدولة المهم في دعم وتشجيع عمليات التصدير. أهم حاجة يمكن البضائع اللي احنا تفقدناها، وده شيء مفرح، دي كلها بضائع مصدرة، بضائع تصدير من كل المصانع المصرية، ويمكن لو حضراتكم تابعتوا هنلاقي كل حاجة بدءا من الحاصلات الزراعية الفريش أو الطازجة لغاية الحقيقة كل الصناعات اللي ممكن نقول عليها صناعات مهمة، صناعات بتروكيماويات، صناعات أثاث، صناعات حقيقة متقدمة. والحاجة الشيء اللي يفرح أيضا إنها مصدرة لكل دول العالم، يعني حاجات كتيرة مصدرة للولايات المتحدة الأمريكية، لأوروبا، لأفريقيا، للشرق الأوسط، لتركيا. فالحقيقة يعني النهاردة هو ده دورنا النهاردة، ان احنا نشجع بقدر الامكان عملية التصدير، وده زي ما اتكلمت يمكن واحنا في بورسعيد ده شغلنا الشاغل كدولة ان شاء الله في المرحلة القادمة بإذن الله. كان رئيس مجلس الوزراء قد استهل زيارته لمحافظة دمياط بتفقد أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه من خلال الزيارات الميدانية للمحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها سعيا لسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على توفير وحدات سكنية تلبي جميع احتياجات المواطنين خاصة بالمدن الجديدة، وذلك ضمن مخططات التنمية التي وضعتها الدولة وتستهدف إنشاء مجمعات سكنية متكاملة الخدمات. وجاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء لمشروع إسكان جنة بمدينة دمياط الجديدة ضمن زيارته للمحافظة. كما قام مدبولي بتفقد عدة نماذج للوحدات السكنية بالمشروع، حيث استمع من رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة محمد خلف الله إلى شرح للمشروع مقام على مساحة 33 فدان، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالي للمشروع 100%. وضمن جدول زيارته لبورسعيد ودمياط، تفقد رئيس مجلس الوزراء مصنع شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، وشملت الجولة تفقد خطوط الإنتاج والاطلاع على سير العمل في مراحله الإنتاجية المختلفة. وتمت الإشارة خلال الجولة إلى أن مصنع الشركة يقوم بتوفير 60% من احتياجات السوق المحلي من الأمونيا من خلال بيع فائض الإنتاج من الأمونيا محليا وتصدير باقي الكميات للأسواق العالمية. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المسؤولين في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي،
وجاء ذلك خلال تفقده أعمال إنشاء مبنى ديوان عام محافظة دمياط وتطوير المنطقة المحيطة. كما تفقد مدبولي المكان المخصص للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والنصب التذكاري لجندي المجهول، إلى جانب تفقد المنطقة المحيطة ومتابعة تعديل المحور المروري الذي يتم بالمنطقة، وكذا تطوير كورنيش النيل ورصف الطرق بالمنطقة الممتدة والمنطقة الخضراء، موجها بدراسة توسعة الممشى السياحي ليكون متنفسا لأهالي دمياط. كما قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة ميناء دمياط لمتابعة الجهود المبذولة لسرعة إنهاء إجراءات شحن البضائع المخصصة للتصدير، إلى جانب متابعة مراحل تقدم عدد من المشروعات الكبرى المنفذة بالميناء. وأتي ذلك خلال جولته بمحافظة دمياط، حيث تابع مدبولي جهود تعزيز معدلات الصادرات المصرية من القطاعات الإنتاجية المختلفة عبر ميناء دمياط. وتوجه رئيس الوزراء ومرافقه عقب ذلك لتفقد أعمال مشروعي محطة حاويات تحيا مصر واحد، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 3.5 مليون حاوية. تفقد رئيس الوزراء نادي والشاطئ قادرون لذوي الهمم بمدينة دمياط الجديدة، وكان في استقبال رئيس الوزراء مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم حيث قاموا بالترحيب به. كما قام رئيس الوزراء بجولة داخل المشروع حيث شهد قيام مجموعة من الأطفال بممارسة عدد من الرياضات المختلفة، وأثنى على عزيمتهم وأدائهم المميز وتفوقهم الرياضي. وفي شأن آخر، توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنئة للأخوة الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيام المجيد. يأتي ذلك فيما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء التنسيق بين رئيس المجلس والوزارات المعنية لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأخوة الأقباط بهذه المناسبة. قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تسعى للارتقاء بالعلاقات مع تركيا، مشيرا إلى تطور العلاقات التجارية بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، قال شكري إنه تم الاتفاق على وضع إطار قانوني والتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين انعكاسا للعمل المشترك. العلاقات الثنائية، الهدف الذي نسعى إليه هو بأن نرتقي بهذه العلاقات سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، أمنيا، بشكل الذي يصب فيه المصلحة المشتركة لكل من البلدين، وأن يسهم ذلك في تحقيق مزيد من التعاون على النطاق الإقليمي، ويكون له إسهامه في مزيد من الأمن والاستقرار. نحن سعداء بما شاهدناه من تطور في العلاقة التجارية، في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وعندما تفضل فخامة الرئيس أردوغان بزيارة القاهرة ولقائه مع السيد الرئيس، كان من ضمن الأهداف التي اتفق عليها هو الطموح بأن تزداد هذه العلاقة التجارية، بحيث يصبح التبادل التجاري فيما بيننا إلى 15 مليار وما يتجاوز ذلك، والإمكانيات متاحة في البلدين. وأضاف وزير الخارجية سامح شكري أنه تناول مع الجانب التركي عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وشدد شكري خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة إيقاف الحرب في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن استمرار الحرب على غزة وتهجير الفلسطينيين أمر مرفوض. كما دعا شكري إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس. يكون هناك مسار سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 67، وأن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية. لا يمكن أن تستمر حلقات الصراع، حلقات الانتقام المتبادل، حلقات العنف بدون
أن نصل إلى ما توافق عليه المجتمع الدولي، ما تم إقراره في مقررات الشرعية الدولية من أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، الحفاظ على حقوقه المشروعة، والخروج خارج دائرة الصراع وما يأتي به من أضرار بالغة على شعوب المنطقة. أكد وزير الخارجية التركي حكان فيدان أن مصر تقوم بدور كبير في إرسال المساعدات الإنسانية لغزة، مشيرا إلى أن علاقة بلاده مع مصر لها أهمية كبيرة، وأن هناك تنسيقا ومشاورات مع مصر بشأن الأوضاع في غزة. هذا وشكر وزير الخارجية التركي مصر على جهودها الحثيثة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. نحن على تنسيق كامل مع جمهورية مصر العربية في هذا المجال، ووصولنا إلى هذه وحتى الوصول إلى هذه النقطة ما هي الأمور التي نتطلع إليها، سواء في إيصال المساعدات الإنسانية وحل الدولتين والوضع والمستجدات الأخيرة. كما تعلمون أن جمهورية مصر هي الأقرب من الناحية الجغرافية إلى غزة، لذلك نحن دائما نتعاون مع مصر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، خصوصا بأن غزة تجمعها مع مصر معبر رفح. في المساعدات الإنسانية نحن نقوم بإيصالها إلى رفح، ومن ثم تقوم السلطات المصرية بإيصالها. بهذه المناسبة أشكر جميع المسؤولين في مصر على هذا التعاون المشترك لإيصال هذه المساعدات. عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مغلقة مع ناظره التركي هاكان فيدان في مستهل زيارته الحالية إلى تركيا. وأوضحت وزارة الخارجية أن هناك جهدا مشتركا نحو دفع العلاقات بين البلدين قدما على كافة الأصعدة، وتنسيقا مشتركا حول التحديات الإقليمية والدولية. هذا ويلتقي شكري خلال الزيارة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتأتي الزيارة في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرا في القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية سامح شكري بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الحالية لإسطنبول. ونقل وزير الخارجية رسالة شفهية من الرئيس السيسي لناظره التركي، وعكس اللقاء الحرص المتبادل بين البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات وتعزيز آلية التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفلسطينيين إلى الوحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ختام لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إسطنبول. وقال أردوغان بحسب بيان للرئاسة التركية إن بلاده ستواصل مساعدتها الإنسانية لفلسطين بهدف التخفيف قدر الإمكان من معاناة أهالي قطاع غزة.
استشهد 7 فلسطينيين في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن غالبية الشهداء من الأطفال والنساء استشهدوا في قصف استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب المدينة، وأشارت إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نظرا لعدد الإصابات الناتج عن القصف. هذا وشن طيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل بالقرب من المقبرة الشرقية في حي السلام بمدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد فلسطينية وإصابة عدد آخر بجروح. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 34,049 شهيدا، فضلا عن إصابة 76,901 منذ 7 من أكتوبر الماضي. وفي بيانها اليومي أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتكاب جيش الاحتلال 4 مجازر ضد المدنيين في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، مما أسفر عن وقوع 37 شهيدا و68 مصابا. وصلت أقوات المسلحة جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي الممتد على مدار الأسابيع الماضية. ويأتي ذلك استمرارا للجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين خاصة في شمال قطاع غزة. ونتوجه اليوم إلى الشعب الفلسطيني كله المرابط على أرضه والصامد فوق ترابها بتحية تقدير وإجلال، ونقول لهم إن مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة. استمراراً للجهود المصرية الفاعلة على كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل العمليات العسكرية التي يشهدها قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية، واصلت القوات المسلحة جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي الممتد على مدار الأسابيع الماضية، حيث تقوم عناصر قوات المظلات بالإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات، والتي تضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي يتم تقديمها من الهلال الأحمر المصري وإعدادها للإسقاط الجوي باستخدام المظلات. كما تقوم طائرات النقل العسكرية المصرية بتنفيذ طلعاتها اليومية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات على المناطق التي يصعب الوصول إليها بقطاع غزة، وفقاً لمنظومة عمل دقيقة وحسابات معقدة، بما يضمن وصولها لمناطق الإنزال المخططة شمال قطاع غزة.
يأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية والدولية لضمان إنفاذ المساعدات بصورة كافية ومستدامة عبر معبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتضميد جراحهم ومنحهم الأمل في ظل تدهور الأحوال المعيشية والإنسانية داخل القطاع. مرحبا بكم مجددا. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. أكد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تسجيل إرهاب المستوطنين الإسرائيليين مستويات قياسية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وذلك بالتزامن مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة الإرهاب المنظم بالضفة. وفي تقرير الاستيطان الأسبوعي أضاف المكتب أن إرهاب المستوطنين الإسرائيليين لا يندرج في إطار التصرفات الفردية أو الحوادث المعذولة والمتفرقة، بل هو عمل منظم بدعم وتشجيع من أوساط سياسية في الحكومة الإسرائيلية والكنيست. رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار جمهورية باربادوس بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تعكس حرص باربادوس على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وذلك بما ينسجم مع مواقفها الداعمة لحق كافة الشعوب في تقرير المصير. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. البرلمان العربي الأوضاع في السودان ويبدي دعمه للمساعي العربية لحل الأزمة اليمنية عبر المسار السياسي. نجدد التحية. انطلقت أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وركزت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي على إدانة الهجوم الإسرائيلي المستمر على المدنيين بقطاع غزة واستهداف المنشآت الطبية والمنظومة الصحية والبنية التحتية. وخلال كلمته أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالاستقرار إلا بحل القضية الفلسطينية، مجددا تأكيده على استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية.
لقد تابعنا جميعا حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة على مدار الأشهر الماضية، بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال الغاشم، وهو ما يؤكد مجددا حقيقة لا تقبل الشك، وهي أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم يبدأ وينتهي بحل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وفي سياق آخر، حذر رئيس البرلمان العربي من خطورة الأوضاع في السودان مع استمرار أعمال القتل والتدمير وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية، كما تطرق العسومي إلى الأزمة في اليمن وليبيا، حيث أكد أن البرلمان العربي يدعم بكل قوة كافة المساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل لها. ففي جمهورية السودان الشقيقة تزداد الأوضاع سوءاً بسبب استمرار أعمال القتل والتدمير وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية، والتي بسببها حذر برنامج الأغذية العالمي في شهر مارس الماضي من حدوث أكبر أزمة جوع في العالم إذا لم تتوقف الحرب الدائرة. لذلك فإننا نؤكد على ضرورة أن يكون للدول العربية دور أكبر في حل هذه الأزمة الخطيرة، بما يحافظ على وحدة التراب السوداني، وحدة الجيش السوداني، وضع حدا للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الميليشيات الخارجة عن القانون. وعلى صعيد الأزمة في الجمهورية اليمنية، فإن البرلمان العربي يدعم بقوة كافة المساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية، بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته. وفي إطار التطورات التي تشهدها دولة ليبيا، نجدد دعوتنا إلى شقائنا الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واستكمال الاستحقاقات التي تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا الحبيبة. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أكد عدد من الأعضاء بالبرلمان العربي محورية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم بين القضايا العربية، وشددوا على التزامهم الكامل بطرح القضية أمام البرلمانات الأوروبية كافة لإيصال حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. البرلمان العربي اليوم معني بمناقشة القضايا أو التحديات التي تواجه الدول العربية، فقد اليوم يمكن المحور الأساسي، أو نحن دائما يكون القضية الفلسطينية هي محور أساسي تم نقاشها حقيقة. كثير من الردود حقيقة الإيجابية لهذا الشعب اللي نقدر نقول هي القضية قضية عرب طبعا، وبالتأكيد بتظل قضية عرب، فعرضت الكثير من المواقف الإيجابية تجاه هذه القضية. نحن نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في بناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس. ما يحصل اليوم هو سكوت جبان من الدول العالمية ومركز القرار العالمي، وهي في الحقيقة وسمة عار على جبين المنظمات الدولية، وخاصة مجلس الأمن وقراراته التعسفية ضد شعبنا العربي في فلسطين. المفروض أن هذا البرلمان أن يؤدي دوره كاملا في إيصال صوت الجماهير العربية إلى جميع البرلمانات في العالم وإلى جميع القوى المحبة للخير والسلام في العالم، وأن نطرح قضيتنا المركزية قضية فلسطين بالدرجة الأولى بشكل كبير ضمن هذه البرلمانات، وأن يكون هناك حضور وتوافد من قبل البرلمان العربي إلى البرلمانات العالمية، سواء البرلمان الأوروبي أو البرلمان الآسيوي وأيضا برلمانات الدول الأجنبية جميعها، من أجل شرح واقع القضية الفلسطينية، ومن أجل أيضا واقع العربي بشكل كامل، وأن يكون هناك تضامن عربي كامل مع جميع القضايا العربية. أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وفد مجلس الكنائس العالمي على جهود الحكومة من أجل إحلال السلام في البلاد، وكذلك خلال لقائه وفد مجلس الكنائس العالمي برئاسة الأسقف روفوس أوكيكيولا. ومن جانبه، أكد الأسقف روفوس تضامن مجلس الكنائس العالمي مع السودان وشعبه في مواجهة ما يتعرض له من تحديات تستهدف أمنه واستقراره، معربا عن أمله في أن يحل الأمن والسلام في أفريقيا بصفة عامة.
أعلنت مصادر عراقية مقتل عنصر من القوات العراقية وإصابة 8 آخرين في انفجار في معسكر كالسو على بعد 50 كيلومترا جنوبي بغداد. وأكد الجيش العراقي أنه لم يتم رصد أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار. قال حاكم منطقة سمولينيسك غرب روسيا إن طائرة مسيرة أوكرانية ضربت مستودعا للوقود بما أسفر عن اشتعال نيران فيه. وقال الحاكم فاسيلي أنوخين إنه تم صد هجوم على مركز المنطقة، مضيفا أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق. أظهرت وثائق نشرها الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الحكومة بتقديم مقترحات لتسهيل تجارة الحبوب مع دول أخرى من بينها الهند والصين. ويهدف مقترح تبادل الحبوب إلى السماح للمشترين بالشراء مباشرة من المنتجين. ويشمل المقترح أيضا البرازيل وجنوب أفريقيا في إطار الدول التي تشكل مع روسيا مجموعة بريكس. اختبرت كوريا الشمالية رأسا حربيا كبيرا جدا صمم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية. وذكرت وسائل إعلام كوريا أن بيونغ يونغ أطلقت أيضا نوعا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات، مشيرا إلى أن هدفا معينا قد تحقق من خلال الاختبار دون تقديم مزيد من التفاصيل. في خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوترات في المنطقة، اختبرت كوريا الشمالية رأسا حربيا كبيرا جدا صمم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية، مضيفة أن البلاد أطلقت أيضا نوعا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات. وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذكرت أن إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت اختبار قوة لرأس حربي كبير جدا مصمم لصاروخ كروز الاستراتيجي هو سالوان راثري. وأضافت أن كوريا الشمالية اختبرت أيضا إطلاق صاروخ بيولوجي 1 و 2 المضاد للطائرات من طراز جديد فوق البحر الغربي لكوريا. وأشارت إلى أن هدفا معينا قد تحقق من خلال الاختبار من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأوردت الوكالة أن كلا الاختبارين كان جزءا من الأنشطة العادية للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها، واعتبرت أن هذه التجارب العسكرية لا علاقة لها بالوضع المحيط بالبلاد من دون أن تعطي أي معلومات أخرى. كانت كوريا الشمالية قد قالت في أوائل أبريل إنها اختبرت صاروخا جديدا فرط صوتي متوسطا إلى طويل المدى يعمل بالوقود الصلب. وشاركت وسائل الإعلام الرسمية مقطع فيديو لإطلاقه تحت أنظار الزعيم كيم جونغ أون. وتخضع بيونغ يانغ لمجموعة عقوبات دولية منذ تجربتها النووية الثانية في عام 2009، لكنها واصلت تطوير برامجها النووية وبرامج الأسلحة. وفي هذا العام أعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا أن كوريا الجنوبية هي العدو الرئيسي لها، وقد تخلت عن الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بالحرب في حال أي انتهاك لأراضيها. قامت جمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع 250 شنطة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في قرية دهشور بالجيزة، وفي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. احنا بننزل هنا دهشور بشكل دوري كل شهر بقالنا سنه ونص دلوقتي، بننزل قافله زي ما انتم شايفين، بنبدا بتعبئه 250 شنطه او اكتر او اقل بحاجات بسيطه يعني، ونوزعها على الاسر بتاعتنا، يعني بنوزع على 250 اسره. الموضوع مش متوقف على فكره ان هي شنطه بتوصل لهم وبس، على قد ما هم خلاص بقوا اهلنا زيهم زي والدي والدتي في البيت، زيهم زي اخواتنا في البيوت. خلاص بقالنا سنه ونص بنعدي عليهم كل شهر كل يوم، والانشطه بتاعتنا مش متوقفه على فكره ان انا باجي انزل شنطه، لا، عندنا برامج تعليميه للاطفال بنعلمهم ازاي يصلوا، ازاي يتعاملوا كويس، ازاي يتكلموا مع بعض بشكل لطيف.
في زيارات مسنين، بنعدي على ما يقارب 50 مسن كل شهر. فالمبادرة مش متوقفة بس على ان انا بساعد حد بحاجة كل شهر، على قد ما هي متوقفة ان احنا خلاص بقينا من البلد ديت، ويعني زينا زي اهلها بالظبط. المسنين او كبار السن لما بنروح لهم بيبقى بالنسبه لهم يوم عيد اصلا، بيسالوا علينا في التليفون ودايما بيكلمونا، والاطفال ما شاء الله عليهم يوم عن يوم بيتغيروا، فكل مره بيجوا فرحتهم لما بيشوفونا اصلا وبيجروا علينا ويحضنونا، دي بصراحه بالدنيا. فلا يعني هم اهالينا وبجد بيفرحوا لما بيشوفونا. الفكره كلها ان احنا المتطوعين اللي بيجوا من خلال مثلا يعني كلنا اغلبنا شباب مثلا من سن 14 سنه لحد 25 سنه، كل الناس ديت اغلبها بيبقى في جامعات مش عارف ايه، فاحنا بنجمع بعض اولا كاصحاب ومش عارف ايه وكده من الجامعات اولا، ثانيا من الـ يعني دروس ومش عارف ايه والكلام ده كله، الاطفال الصغيرين من المدارس، واوقات بنروح سناتر مثلا نعمل توعيه هناك عن التطوع وكل الكلام ده. وبعد كده في فورم مثلا على السوشيال ميديا بنطلعه كل تقريبا 6 شهور بنخليهم يملوه، اللي حابب يتطوع، اللي حابب ان هو يشغل وقت فراغه في الاجازه كل الكلام دوت، وهما بيملوه مثلا، واحنا بنبدا بقى نعمل ان احنا نكلمهم بالتليفون وكده وهما بيجوا. يعني والان وقفه مع اخر اخبار المال والاعمال مع امير نائهاب، اهلا بك. شكرا لكم صحر ودينا. والآن مشاهدينا، هذه جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكدت المديرة العامة للصندوق النقدي الدولي كريستيلانا جورجيفا التزام الصندوق الثابت بدعم مصر في مواصلة سياستها الاقتصادية. جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إكس عقب لقائها محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وعددا من الوزراء. استقبلت محافظة الدقهلية محصول القمح خلال موسم التوريد 2024 بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث وصلت الكميات المواردة إلى 13836 طنا حتى الآن ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 من شهر أبريل الجاري. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القمح، باعتباره المحصول القومي لمصر من أجل الاكتفاء ذاتيا من إنتاج الغذاء المحلي. بتشكل لجنة من مديرية التموين الدقهلية عبارة عن عضو من مسؤول من التموين هو رئيس اللجنة، وعضو من سلامة الغذاء، وعضو من جمعية الأباني، وأمين عهدة تبع الجهة المسوقة، حيث يقوم المسؤول عن سلامة الغذاء باتخاذ عدة عينات من الأقماح لمعرفة نسبة الرطوبة ودرجة النقاوة. طبعا الموسم من سنة مبشر بالخير ان شاء الله باذن الله، لان حتى يعني اللي احنا شفناه في صومعه بني عبيد ان الموسم مبشر فعلا، يعني لان تم افتتاح الصومعه يوم 15/4/2024 وبتاريخ يوم 15/4 بعد الافتتاح مباشره تم استلام القمح في يومه، لان كان يوجد عربيات في انتظار او سيارات انتظار لدخول التوريد، تم استلام يوم 15 يوم افتتاح 440 طن خلال يوم الافتتاح. والله الاسعار حلوه، اسعار ما كناش بنشوفها على السنه اللي فاتت، اسعار حلوه الحمد لله، يعني دعم الفلاح، ونحاول نتمنى في زياده عشان الفلاح يتشجع على زراعه الغله وتبقى ارضيه كلها غله عشان ما تزودش غله من بره، والحمد لله يعني ربنا دي ما نعم على الفلاح. الحمد لله السنه دي المحصول حلو والانتاج حلو والسعر كويس 2000 جنيه، السنه اللي فاتت كان 1500، وما شاء الله المعامله حلوه في الصوامع، ناس محترمين.
تواصل صومعه شبين الكوم بمحافظه المنوفيه استقبال الاقماح تزامنا مع انطلاق موسم حصاد القمح، وشهد مجمع الصوامع اقبالا كثيفا من المزارعين والموردين، حيث بلغ اجمالي ما تم توريده من اقماح بكافه صوامع وشون المحافظه منذ بدء موسم الحصاد حتى الان ما يتجاوز 3700 طن. صومعه هنا معدة كميتها الساعة التخزينية بتاعتها 30,000 طن، فيها 6 خلايا كل خلية بتاخد 5,000 طن. طبعا التوريد لسه احنا بقالنا ثالث يوم النهاردة، وما شاء الله يعني ربنا يزيد. يعني كنا بنقعد الأسبوع الأولاني ما فيش أمل، لسه احنا بادئين النهاردة داخلين فوق 1500، وكل يوم بيعدي 300-400 طن. طبعا توريد القمح ممتاز جدا، لدرجة ان هي الحباية اكتملت نضجه بسبب الجو والعوامل الجوية اللي ما حصلش حر زيادة عن اللزوم. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في آخر تداولاتها، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بعد أن قللت إيران من شأن هجمات يشتبه بأنها إسرائيلية على أراضيها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 21% إلى 87.29 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% لتصل إلى 83.14 دولار للبرميل. وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 47% لتصل إلى 2.55 دولار للتر. وفي المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 28% لتسجل 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباطأت الاستثمارات الأجنبية في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال شهر مارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يبرز صعوبة جذب بكين لمزيد من الأموال الأجنبية لتعزيز اقتصادها. وبلغت الاستثمارات الأجنبية الفعلية الجديدة في الصين 87 مليار يوان، أي ما يوازي 12 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، ذلك وفقا لحسابات وزارة التجارة، بما يمثل انخفاضا بنسبة تقدر ب 38% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023. مشاهدينا انتهت أخبار الاقتصاد، وعودة إليكم مرة أخرى سحر ودينا. شكرا لك مرنا إيهاب. وبالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. مدبولي يتفقد عددا من المشروعات التنموية في بورسعيد ودمياط، ويؤكد اهتمام الدولة بدعم الصناعة باعتبارها أهم أولويات المرحلة القادمة. من تركيا، شكري يشدد على ضرورة وقف حرب غزة ورفض تهجير الفلسطينيين، وفيدان يؤكد استمرار التنسيق التركي المصري بشأن الأوضاع في القطاع. والعدوان الإسرائيلي يتواصل على غزة، وعدد ضحايا القطاع يقترب من 110,000 بين شهيد ومصاب. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء.